سلام البنات، كلشي لاباس كوم دابيتود. نوريكم شنو شريت، نشارك معكم. هذه لاباغاي شريتها ديال الفافل، هذه هي الوقيته كاينه في الدي، ديري ليها بروموسيون، ديري مخلاوها ب 12 اورو، كانت دايره 20 اورو هبطوها ل 12 اورو، ولكن مع الاسف وصلت للدار لقيت سي محمد شرا واحده اخرى، قال لي نوضي سيري سيري تجري شري ديال الفافل. ومشينا وصلنا لقينا مشى هو عاوتاني هبط هو المدينة مشى شرا وحدة أخرى. راها زوينة بزاف، في كاينة في الكحل وكاينة في الأحمر. دري ليها بروموسيون، وخديت هادي فوطاس ديال الشعر، وحدة ليا وحدة النور، لأن خصني ضروري نبداو نشريو جوج 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 من الحاجة. خديت هاد لي كولور هما دو فاصون هما لي كاينين، خديت لي وحده ليا وحده النور، دايرين 3 اورو. وهنا كاينين الفاطي لا ما خديتهمش، لهنا صافي بركه من الفاطي، كيحطوهم كل مره كيحطو الفاطي، مي دو فاصون كيكونوا فاطي كيف كيف كيتشابهوا. وهادو ديال الحمام باقا ما لقيتش وحده للحمام، هادو سي غير ديال الدوش ماشي ديال الحمام، دايرين 5 اورو، ولكن باقي ما لقيتش. انا الاولى اللي كانت عندي لحتها، وكنقلب دابا على شي وحده تكون بحالها كبيره. وهنا السعيد ديالنا كوم دابيتود زوين، كان ضروري خصنا ناخدو، لان كنشرب انا بزاف اتاي، هذا هو المشكل عندي. وهنا راه كاينين بزاف وكيصلحو حتى التساقط للشعر، تشلي بهم الشعر في الاخير، كاين ديال الحامض، كاين ديال السكنجبير، كاين ديال القرنفل، كاين ديال القرفه، كلهم هادو كيصلحوا. ميم ديال لي فخوي راه كتقدري تشلي بيهم الشعر، كيحبس التساقط الشعر، وكاين اللي كيبغي يفتح الشعر ديالو راه تقدري ديري حتى لا كامومي كتفتح الشعر، وكتعطيك واحد لاكولا زوينه. اللي كيعرف كيفاش يدير التخليطه ديال لي تيزان مع مواد طبيعيه، هي ديال لاباغاي. لكن رجعتها حتى هي زوينه، ولكن الاخرى يمكن لا بويسونس بزاف ديال هذه، غير فيها غير 1000 فولت، الاخرى فيها 1300 سي فري. وهنا بغيت نشارك مع الناس اللي في المانيا اللي مراتين بالغده الدرقيه، هاد الملحه كتصلح ليهم هنايا كينايورد. شريتها شحال مره كنا كنشريها، ولكن ما كنتش عارفها حتى عرفتها تقريتها مزيان عاد عرفتها بيان سور، واحد ما عرفش في الاول. وكتصلح حتى الناس الحوامل، بزاف ديال الحوايج كتصلح ليهم. من بعد وغندير عليها فيديو ان شاء الله. بزاف الناس كيجيو لالمانيا كيتصابوا بلا تيغويد. وهذه هي لاباي اللي شرا سي محمد، هي نورمالمون هي احسن من الاخرى اللي خديت انايا، خداها ب 35 اورو، لكن مجهده عليها سي فري، اينوكس وزوينه حتى في الداخل، حتى في المنظر ديالها زوين. خداها من واحد المحل وغارونتي 3 زون. انا جربتها مزيانه، مي لا روسيت بقى ما كنعرفش ليها، سي محمد هو اللي كيصايبهم، الله كنتعلم ليهم انايا باسكو كنحماق على هاد الفافل. زوينه احسن من هذيك اللي خديت انا، البيتزا ديالتي زوينه، على حسب كل واحد وشنو غادي يبغي. فوالا هذا هو لا فيديو، هذه هي المشتريات ديالي.